نجحت فرق قوة الإطفاء العام بالسيطرة على حريق اندلع في أحد المصانع في منطقة أنقرة الصناعية من خلال 5 مراكز إطفاء هرعت للتعامل مع الحريق وسيطرت عليه بعد حوالي 4 ساعات من عملية المكافحة. وكشف نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بليهيسة أن رجال الإطفاء تعاملوا مع الحدث بكل اقتدار وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات واقتصرت الأضرار على الأمور المادية فقط مشيدا بالجهود التي بذلها رجال قوة الإطفاء. رجال قوة الإطفاء العام ينجحون بالسيطرة على حريق هائل اندلع في أحد المصانع في منطقة أمغرة الصناعية بعد قرابة 4 ساعات من عمليات المكافحة والتي انتهت بالسيطرة على الحريق تماما. الحادث هذا كان في مصنع مثل ما تفضلت مصنع بلاستيك في منطقة مجاورة للمصنع مصورة ومخزن فيها مواد قابلة للاشتعال من بوليستر ومواد أولية لصناعة البلاستيك. طبعا هذا المكان غير مرخص مما أدى إلى صعوبة دخول والتعامل مع هذا الحادث، ولكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وسرعة الاستجابة من أخواني رجال الإطفاء تم الوصول للحادث ما يقارب ب8 دقائق مع فرقتين لمكان الحادث، ثم من كبر الحادث وكثافة الدخان اللي موجودة والحرارة تم استدعاء 4 مراكز مكافحة ومركز الإسناد. بعد 45 دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنا من عزل المصنع الرئيسي عن الحريق اللي موجود اللي هو كان 3000 متر مربع ومن ثم حصر النار في هذا المكان. الحريق الهائل في منطقة أمقرة الصناعية امتد لعدد من الكيلومترات وهرعت إليه 5 مراكز إطفاء وتم التعامل مع الحدث من قبل رجال الإطفاء بكل اقتدار مما أسفر عن إخماده في الوقت المناسب قبل أن يمتد إلى المصانع الأخرى. الحمد لله الإصابات لا توجد إصابات في هذا الحارق لا من قبل إخواني رجال إطفاء ولا من موظفين المكان. إدارة التحقيقات قاعدة تباشر تأخذ أقوال الشهود وكذلك جمع العينات، وكذلك عندنا طال عمرك الآن خسائر مادية كبيرة جدا، محطوطة مستودعات داخل المنطقة مكدسة بمواد أولية قابلة للاشتعال وكذلك إطفائها جدا صعب. هذا مصنع مكان عشوائي شبرات عشوائية ما تقدر تتحكم فيها وكاد أن يعني تحرق المصنع معه، فأرجو من إخواني التجار والمواطنين وأصحاب المصانع انه يحرصون على عمل رخص الاطفاء وكذلك استخراج جميع الوسائل لحمايه ممتلكاتهم. رجال قوة الإطفاء العام استطاعوا السيطرة على حريق أمقرة الصناعية دون أن تكون هناك إصابات بشرية، بينما اقتصرت الأضرار على الأمور المادية فقط، ليؤكد رجال الإطفاء من جديد جاهزيتهم الكبرى للتعامل مع أي أحداث طارئة أو حرائق في كافة محافظات البلاد. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.